مين اللي كلمته وقلت له انك عايز ترجع الزمالك وما اهتمش؟ وقتها كان في اسامي، يعني مش شخص واحد، في كذا حد، بس انا مش هينفع اذكر اسامي لان انا ما بحبش اضر حد او ما بحبش. كابتن حسام ميدو قال وقتها ان انت راجع الزمالك اصلا. هو كابتن حسام طبعا اخويا الكبير، هو كان في مكالمه بيني، بس هو كان مكلمني بس خلاص، كان الموضوع اتقفل في النادي الاهلي، فخلاص انا كنت كان متاخر يعني. انا كنت واعد الناس، وانا زي ما قلت لك النادي الاهلي سيستم، فانا ما ينفعش اتعدى السيستم ده، ما ينفعش اتعدى السيستم خلاص. وطبعا شرف لاي حد ان هو يلعب في النادي الاهلي، هفضل اقولها من هنا لحد ما بطل كوره.